كان يبقى جاي قبل ميعاد الحرب. انا بقول لك اثنين كنتريه جم طلعهم ولا واحد؟ لسه جايين. اه عارف لو واحد لو ما عادش المرحلة الثالثة والرابعة ثم جزء من الخط الرابع لن تكون في الخدمة قبل ثلاث سنين ونص من دلوقتي. فاحنا ما قدمناش خلال الثلاث سنين ونص دول غير ان احنا نزود كفاءة وقدرة واسطول اتوبيسات النقل العام يعني. فانا يعني شايف انه الحمد لله رب العالمين احنا ماشيين يعني بشكل جيد في موضوع اضافه طاقه جديده لاسطول النقل العام، ونحتفل مع بعض بقى قريبا بافتتاح جراج التحرير ان شاء الله باذن الله. خطوه مبدئيه لتقفل القاهره من الداخل؟ لا، احنا بنجمع الوقوف العربيات، احنا قررنا انه عمليه التوسع فيها تبقى خاضعه الى مراحل. المرحله الاولانيه بتاعتنا ميدان التحرير، ميدان عم منعم رياض، ميدان سيمون بوليفار، شارع قصر النيل وطلعت حرب الى ميدان طلعت حرب، وشارع التحرير الى ميدان الفلكي، وشارع القصر العيني الى مجلس الوزراء. دي المرحله الاولى، نقيم التجربه دي ثم ننتقل الى مراحل اخرى ان شاء الله باذن الله. سياره اسكانيا من الدفعه اللي تعتبر الدفعه اللي قبل الاخيره للعقد الثاني اللي مضيناه في مارس 2014 ب 150 اتوبيس، تم استلام منهم حاليا دلوقتي 135 اتوبيس ناقص 15 اتوبيس في خلال 10 ايام ان شاء الله هنستلم اخر 15 اتوبيس. بالاضافه الى النهارده استلمنا 21 ميني باص لخدمه جراش التحرير، دولت ميني باصات مكيفين، سعه كل ميني باص 26 راكب، ده لخدمة جراش التحرير، ومنتظرين إن شاء الله فور في ميعاد الافتتاح هيشتغلوا في نفس اليوم. تم إنهاء جميع إجراءات الترخيص الواحد وعشرين ميني باص وجاهزين داخلين في الخدمة من النهاردة، بس إحنا منتظرين افتتاح جراش التحرير عشان دولت لخدمة جراش التحرير.